وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من العاصمة بيروت مراسلة قناة الأخبار مي فرحات. بداية مي، أهلا بك. وفق مستجدات المشهد الميداني، إلى أين تتجه الأوضاع وما استعدادات الحكومة اللبنانية كذلك في حالة حدوث اجتياح بري إسرائيلي على جنوبي لبنان؟ أهلا بك رضا وبجميع المشاهدين. حتى الساعة لا شيء ينذر إلا بالتصعيد للأسف في الميدان اللبناني، التصعيد الإسرائيلي، ورغم اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله لا يزال مستمرا ولا يزال مصرا على ضرب كل القدرات المتبقية لحزب الله بحسب التصاريح الإسرائيلية. أما فيما يخص تحضيرات الحكومة اللبنانية على الصعيد العسكري، لم تتطرق الحكومة اللبنانية لأي شيء حتى اللحظة، رغم أن كان هناك اليوم اجتماعا طارئا استثنائيا وموسعا طال لأكثر من ساعتين، إلى جانب اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث كان هناك اجتماع حضره جميع الوزراء باستثناء وزير الخارجية المتواجد في نيويورك، حضره القادة الأمنيين، وتطرقوا أيضا للوضع المتأزم في الجهة العسكرية والسياسية، ولكن رئيس الحكومة اللبنانية لم يتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع أكثر مع الصحفيين، وهذا إن دل على شيء دل طبعا على تمسك الحكومة اللبنانية حتى اللحظة الأخيرة بالجهود الدبلوماسية التي تنادي بها. وينتظر لبنان غدا ما ستؤول إليه الاجتماعات السياسية والدبلوماسية مع وزير خارجية فرنسا الذي وصل في الساعات الأخيرة للبنان في محاولة أخيرة أو شبه أخيرة إذا أمكن القول لوضع حد لهذا العدوان ولعدم جر لبنان إلى حرب موسعة أكثر من الذي نشهده، لأن طبعا الغزو البري الذي يتحدث عنه الكيان الإسرائيلي إذا ما حصل في لبنان سينقل المشهد إلى جهة أخرى، لأن الغزو البري الذي سيطال الحدود الجنوبية للبنان وبحسب ما تطالب إسرائيل بمنطقة عازلة وبتراجع حزب الله من 7 إلى 10 كيلومترات، هنا نتحدث عن وصول الجيش الإسرائيلي إذا ما حصل إلى نقطة تتواجد فيها قوات اليونيفيل ويتواجد فيها أيضا الجيش اللبناني، إذا نكون قد انتقلنا إلى مرحلة أخرى ربما يجبر الجيش اللبناني إلى دخول المعركة. نعم، بالتحديد في هذا المشهد، يعني كذلك لنقطة باتصال، يعني كيف أثرت هذه اغتيالات بقيادات حزب الله على المقاومة اللبنانية، وأيضا كذلك هل سيؤثر ذلك على مجريات الحرب؟ فيما رأيناه في الآونة الأخيرة بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، هناك توسع في الهجمات الصاروخية التي نراها والرشقات الصاروخية التي انطلقت من لبنان، طبعا وصلت إلى تل أبيب، وصلت إلى القدس، ووصلت إلى الضفة الغربية المحتلتين، وهذا توسع طبعا من جانب حزب الله، وهناك تخوف أيضا من الجانب الإسرائيلي من أن يكون هناك ردة فعل على هذه الاغتيالات نشهدها بهجمات صاروخية باليستية. هنا الحديث والتخوف الأكبر، إذا ما استعملت هذه الصواريخ نكون نذهب إلى مشهد أوسع وأكبر وأعنف طبعا في هذه الحرب، وينقل الحرب إلى مشهد آخر. من جهة أخرى طبعا هذه الضربات التي شهدناها وتسارع وتيرة الاغتيالات الذي رأيناه وضع لبنان في مشهد وكأنه لم يعد يستوعب وتيرة هذه الضربات. لا شك كانت ضربات قوية على لبنان، ولا شك أنها كانت قوية على
حزب الله، على بيئته الحاضنة، وعلى طبعا القادة الميدانيين الذين بقوا في الميدان والذين لا نعرف تفاصيل أكثر عنهم. فإن الجهة الإسرائيلية قالت أنها استهدفت حوالي 20 قائدا مع أميني العام حسن نصر الله، ولكن حتى الآن لم ينعي حزب الله إلا أمين عام حزب الله وقيادي آخر. هناك طبعا حالة من الضياع والإرباك في صفوف حزب الله، ولكن لا نرى إلا بيانات تصدر عن الحزب تتطرق فقط إلى الهجمات الصاروخية التي يقوم بها الحزب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن جهة أخرى، اليوم عاد وكرر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي موقف لبنان من هذه الحرب، عندما سئل عن إذا ما كان لبنان سيفصل عن جبهة غزة، عاد وكرر مطالبته بوقف النار على جميع الجبهات. وهذا أيضا يفتح أمامنا مشاهد أخرى وسؤالات وأسئلة كثيرة إذا ما فصلت جبهة لبنان عن جبهة غزة. نعم مي، أيضا وفي نقطة أخيرة ولو سمحت باختصار، يعني أن يكون هنالك النزوح الأخير بعد الضربات الإسرائيلية كما أعلن الرئيس اللبناني، فهو الأكبر في تاريخ لبنان، كيف ستتعامل الحكومة مع هذا النزوح؟ اليوم أشار رئيس الحكومة إلى أنه كان هناك حالة من الضياع، واعتذر من هذا التقصير من الشعب اللبناني، لأن لبنان لم يستوعب رقم النازحين من الجنوب ومن البقاع ومن الضاحية الجنوبية لبيروت، ولأن الإمكانات محدودة بين يدي الدولة اللبنانية، عادت الدولة اللبنانية واستعادت أنفاسها وحاولت بقدر المستطاع أن تفتح مراكز الإيواء من مدارس رسمية ومعاهد وغيرها من المعاهد التربوية، وصل عددها لأكثر من 700 مركز، إلا أنها كلها وصلت قدرتها الاستيعابية للحد الأقصى، وما زلنا حتى اليوم نشهد على عائلات لا تزال للأسف تفترش الطرقات والأرصفة في بيروت وليس لديها مكان آخر للذهاب إليه. وهذا ما دعا الحكومة اللبنانية وعلى لسان عدة وزراء أن تطالب الدول الصديقة للبنان بأن تقوم بمساعدة لبنان فيما يخص هذا النزوح. وكنا قد سمعنا أيضا من منظمات إنسانية عدة أن الوضع كارثي في لبنان فيما يخص النزوح، وأن الرقم كبير كما أشار إليه رئيس الحكومة، وصل للمليون نازح، وهذا لم يحصل في تاريخ الحروب التي مرت على لبنان، وخاصة وأن البلاد ليس لديها أي ملاجئ تذهب إليها العائلات. فهناك من هو ميسور الحال ذهب لاستئجار الشقق، هناك من ذهب للأقارب، هناك من لجأ إلى المدارس، وعندما وصلت القدرة الاستيعابية إلى أقصى الحدود لم يعد أمامهم أي مكان. تعمل الحكومة اللبنانية، ربما ستقوم بفتح مثلا الجامعات التابعة للدولة اللبنانية، ولكن هذا وضعنا أمام تحد آخر وهو تأجيل العام الدراسي. كنا أيضا قد شاهدنا تأجيل العام الدراسي في المدارس، وأيضا لم تستطع المدارس الخاصة فتح أبوابها لأن المدارس الرسمية مقفلة. هذا وضعنا أيضا أمام تحد آخر ستعالجه الحكومة اللبنانية في الأيام المقبلة إن شاء الله. نعتذر للمقاطعة لضيق الوقت، كانت معنا من بيروت مراسلة قناة الأخبار مي فرحات، وسنكون في تغطية مستمرة للأحداث في لبنان.